السلام عليكم ورحمة الله. بعد غزوة أحد تملك المشركون الزهو والإعجاب بانتصارهم على المسلمين، فتوعدهم الله بالعذاب المهين. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. ولا يظنن الذين كفروا بربهم وحاربوا رسوله وجحدوا الإيمان أننا إذا أطلنا أعمارهم ومتعناهم بمتاع الدنيا ولم نؤاخذهم بكفرهم وذنوبهم أنهم قد نالوا بذلك خيرا لأنفسهم، فإن الله قادر على إهلاكهم بدون أسباب. ومعنى الإملاء في اللغة الإمهال والتأخير والترك لفترة طويلة. ولماذا الإملاء للمشركين؟ هو على سبيل الاستدراج لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. أخي الكريم، كن على يقين أن صعود الحاد على غير طاعة الله وراءه سقوط مريع، إنما نؤخر عذابهم وآجالهم ليزدادوا ظلما وطغيانا. وليحذر الظالمون من الإمهال، فإن الله عز وجل يمهل ولا يهمل، ولهم عذاب مهين ومذل. أجل، هو عذاب مهين يتصاغر معه كل هوان، وعذاب مذل ليس بعده ذل. وتأمل معي أخي الكريم جيدا في دقة وصف القرآن للعذاب بالعذاب المهين، وذلك لأن المشرك والعاصي المتنعم في الدنيا يظن أنه قد ملك الدنيا وما فيها، فيؤخذ بغته إلى عذاب مهين. والعذاب المهين لا يكون إلا للكافر، أما عصاة المسلمين فهم تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر لهم تكرما وفضلا، وإن شاء عذبهم عدلا، ثم بعد ذلك ينقلون إلى جنات النعيم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما من أحد بر ولا فاجر إلا والموت خير له، لأنه إن كان برا فقد قال الله تعالى: وما عند الله خير للأبرار، وإن كان فاجرا فقد قال الله: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. أين مشركي قريش الآن؟ وأين يهود بني قريظة وبني النضير؟ وأين المنافقون كعبد الله بن أبي بن سلول؟ وأين من ارتد عن الإسلام خوفا من قريش؟ الإجابة بسيطة: إنهم في عذاب مهين. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين.